بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم مجددا في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي الثاني لمادة الكيمياء، وموضوع الدرس هو خلايا الوقود والتآكل. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر النيق. سنتعلم اليوم نفسر تركيب خلية الوقود وعملها، نصف عملية التآكل، ونحمي الفلزات من التآكل، وتحمي كيف تحمي الفلزات من التآكل. ماذا تشاهدون؟ نعم، رائد فضاء. ماذا يحتاج رائد الفضاء عندما يصعد في الفضاء في سفينته؟ طبعا يحتاج دائما إلى وجود طبعا الماء، طبعا والكهرباء، الماء والكهرباء. ويتم توفير سبل الحياة لرواد الفضاء بإيجاد الماء بطريقة مستمرة والكهرباء. من المستحيل أن يصعدون إلى الفضاء ومعهم كهرباء وماء، ولكن يتم إنتاج الماء والكهرباء داخل محطات الفضاء أو داخل كبسولات الفضاء. ماذا تشاهدون في الصورة الأخرى؟ نعم، عملية الصدى على السيارة. هذا الصدى يعني خسارة الجزء الذي يحدث فيه الصدى. كيف يمكن حماية الفلزات من التآكل مثلا؟ كيف يمكن؟ نعم، إحدى الطرق، هي الطلاء. ممتاز. النوع الجديد من الخلايا اللي سنأخذه في هذا الدرس هو خلايا الوقود. طبعا سبق أن أخذنا خلايا الكربون الخارصين، خلايا الفضة، خلايا الكلاين، وأخذنا خلايا المركم الرصاصي وخلايا الليثيوم. اليوم خلايا الوقود، وهي نوع من الخلايا المختلف تماما عما سبق. طبعا يتم في خلايا الوقود استخدام الهيدروجين، وفي معادلة الانفجار هو أن الهيدروجين مع الأكسجين ينتجان الماء والطاقة، عندما يتفاعل الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الماء يعطيان طاقة عالية، نستطيع أن نستفيد من هذه الطاقة. كيف يتم ضبط هذا التفاعل داخل الخلية؟ طبعا بمعرفة من هو الأنود ومن هو الكاثود يتم ضبط هذا التفاعل داخل الخلية أو خلايا الوقود. هل تعتبر خلايا الوقود خلايا جلفانية؟ حتى تكون خلية جلفانية لابد من وجود ماذا؟ أيوة، ممتاز، وجود المكونات الأساسية الخلية الجلفانية، وجود قطبين، وجود محلول موصل، ممتاز، إذن هي خلية جلفانية، نعم، ولأنها تؤكسد الوقود وينتج عن الأكسدة طاقة. طبعا عملية تأكسد الوقود اللي هو الهيدروجين هي عملية تفاعل كيميائي نتج عنه طاقة، إذن هذه الخلية خلية جلفانية، إذن مرة أخرى، تعتبر خلايا الوقود خلية جلفانية لأنه يتم فيها أكسدة الوقود اللي هو الهيدروجين وينتج عن هذا التفاعل طاقة كهربائية، إذن هذه الخلية خلية جلفانية، وفيها وفيها مكوناتها المعروفة اللي هي الأنود والكاثود والمحلول الموصل. طيب بماذا تختلف خلايا الوقود عن البطاريات السابقة الأخرى التي درسناها وعددناها قبل قليل؟ طبعا كل الخلايا التي سبق والبطاريات التي سبق درسناها كان ينتج التفاعل من خلال الأنود والكاثود. الأنود يعطينا الإلكترونات والكاثود يأخذ الإلكترونات ويسير التيار الكهربائي، ممتاز. هذه الخلية لا، هذه الخلية يختلف فيها أن نستخدم وقود باستمرار ومن مصدر خارجي، يعني نعطيها وقود ليحدث التفاعل، ويكون هذا الوقود آتي من مصدر خارجي باستمرار، هذا الوقود طبعا هو الهيدروجين، لأن خلايا الوقود هو الهيدروجين. على ماذا اعتمد العلماء في تطوير خلايا الوقود، عملية ذات كفاءة لبرنامج الفضاء؟ طبعا عندما كانوا يطورون خلايا الوقود لاستخدامها في برنامج الفضاء كان أمامهم أهميتين ضروريتين جدا لرواد الفضاء في صعودهم إلى الفضاء، وهو توفر
نعم، توفر الماء وتوفر الكهرباء. من الصعب أن يأخذون معهم كميات كبيرة من الماء وكميات كبيرة من الكهرباء. البرنامج الفضائي أو سفينة الفضاء لن تستطيع تتحمل كل هذه الكميات وتطير في الجو، وبالتالي لابد من إنتاج الكهرباء والماء من خلال عمليات تفاعل في خلايا الوقود. إذا نقول تم التطوير حسب حاجات رواد الفضاء. طيب ماذا يحتاج رواد الفضاء؟ الطيران في سفن الفضاء ماذا يحتاجون؟ طبعا سيحتاجون إلى الماء للمحافظة على حياتهم في السفينة، وكذلك يحتاجون إلى مصدر كهربائي موثوق به لتزويد أنظمة السفينة المختلفة بالكهرباء. طبعا لن يستطيع أن يأخذوا معهم ماء وكهرباء عن طريق السفينة، ولهذا تنتج أو ينتج الماء والكهرباء عن طريق خلايا الوقود باستمرار حتى نضمن توفر الماء وتوفر الكهرباء في كل أوقات خروج السفينة خارج مجال الأرضي. تطوير خلايا وقود الهيدروجين التي تضبط عملية تأكس الهيدروجين وتزويد السفينة بالماء والكهرباء. بماذا تتميز هذه العملية بعد التطوير؟ تتميز أنه إذا استخدمناها أنه لا يصاحبها، يعني تفاعلها الرئيسي لا يصاحبه إنتاج مواد جانبية. ما هذه مواد جانبية يجب التخلص منها، بل المواد التي تنتج في عملية خلايا الوقود أو في عملية الحصول على الكهرباء والماء من خلايا الوقود لا يصاحبها إنتاج مواد جانبية ينبغي التخلص منها وتخزينها على السفينة خلال الرحلة. لا، فقط المواد التي تنتج من التفاعل الرئيسي لهذه الخلايا، كل المواد الناتجة يتم استعمالها، كل المواد الناتجة يتم استعمالها كما سنرى في تفاعل الرئيسي لهذه الخلايا. كيف تعمل خلية الوقود؟ الظاهر رسمها أمامكم. طبعا لابد أن نعرف مكونات خلايا وقود الهيدروجين، وقلنا قبل قليل أنه لابد في كل خلية أن يكون لدينا، نعم لابد أن يكون لدينا قطبين، الأنود والكاثود، واضحين من خلال رسم الأنود والكاثود. هذا هو الأنود وهذا هو الكاثود، وبينهما يجري التفاعل. القطبين الأنود والكاثود، كل قطب عبارة عن وعاء جوف يعني فارغ من الداخل، جدرانه من كربون مسامي تسمح بالاتصال بين الحجرة الداخلية والمحلول الموصل. إذا هو عبارة عن قطبين، الكاثود والأنود، وكلاهما أجوف من الكربون المسامي الذي يسمح بالاتصال بين الحجرة الداخلية والمحلول الموصل المحيط بها هذا المكون اللي هي القطبين اللي هي الأنود والكاثود. ثم بعد ذلك المحلول الموصل، هو عبارة عن محلول قلوي يعني قاعدي من هيدروكسيد البوتاسيوم، هذا هو المحلول الموصل في خلايا الوقود. نصف تفاعل الأكسدة الذي يحدث على الأنود هو H2 في وجود القاعدة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، ينتج لي عن هذا التفاعل تكون الماء وإنتاج 4 إلكترونات، ولهذا نقول هذا هو تفاعل نصف الأكسدة، تفاعل نصف الاختزال الذي يحدث على الكاثود هو الأوتو مع وجود الماء يأخذ الـ4 إلكترونات التي أنتجها الأنود ويعطيني أيون الهيدروكسيد. هذا هما نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال في خلايا الوقود نجمع معادلتي نصف التفاعل، هذا النصف الأول اللي هو الأكسدة وهذا النصف الثاني اللي هو الاختزال، نجمع الاثنين. لاحظ يتم شطب الإلكترونات مع بعضهما، أيضا يتم شطب 4OH مع 4OH، وأيضا يتم شطب 2OH مع 4، يبقى منها 2 الباقي يجمع فتكون نواتج 2H2 زائد O2، تم شطب الثلاثة هذولي. طبعا H2O بقي منها 2،
ذهبت الأربع إلكترونات الأربعة أو إتش سالب، فظلت هذه هي منتجات أو التفاعل الكلي الخلية، بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية. فتلاحظون أن أحد النواتج من تفاعل خلية الوقود هو الماء، والماء مادة ضرورية، وإذا أنتجت يمكن استعمالها في الحاجات اليومية لرواد الفضاء. بماذا تتميز خلية الوقود التي تزود بالوقود من مصدر خارجي؟ طبعا بما أنها تزود بوقود خارجي، كما تشاهدون وقود خارجي، فإنها لا تنفد، يعني ما تغير، تظل تعمل هذه البطارية وتستمر في إنتاج الماء والكهرباء طالما هناك وقودا متوفرا. طالما هناك وقود متوفر فإن هذه الخلية وهذه البطارية تظل تعمل وتنتج المواد الرئيسية من تفاعل خلية الوقود. إذا كنا نستخدم الهيدروجين فستنتج الماء والكهرباء طالما هناك وقودا يضاف إليها اللي هو الهيدروجين. هل يوجد وقود بديل على الهيدروجين؟ نحن عرفنا أن الوقود هيدروجين وشفنا المعادلات، لكن هل يوجد وقود بديل على الهيدروجين؟ الجواب نعم، يوجد بديل على الهيدروجين وهو الميثان. هل هناك فرق بينهما؟ يعني هل استخدام الهيدروجين مثل استخدام الميثان؟ طبعا لا. عندما يتم حرق الميثان في خلايا الوقود فسيكون هناك ناتج جانبي ضار يجب التخلص منه، وهذا مشكلة. إذن لكن له نواتج ثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التخلص منه. أما في سفن الفضاء فلا يستخدم إلا الهيدروجين حتى لا يكون هناك نواتج غير مرغوب فيها أو نواتج ثانوية. أيضا من مكونات خلية الوقود قلنا تستعمل خلايا الوقود صفيحة بلاستيكية تسمى غشاء تبادل البروتون. صفيحة من البلاستيك تسمى غشاء تبادل البروتون، والهدف منها أنها بديل عن المحلول الموصل، مثل المركب الرصاصي كان الموصل من؟ نعم، كان الموصل حمض الكبريتيك. أما هنا فإن الموصل هو عبارة عن صفيحة من البلاستيك تسمح بتبادل البروتون، تسمح بتبادل البروتون، وهي عبارة عن بديل عن المحلول الموصل في البطاريات الأخرى. تدريب رقم واحد، أغلب خلايا الوقود تستخدم فراغا وقودا لها، الليثيوم، الزنك، الهيدروجين، الصوديوم. ما هي الإجابة الصحيحة؟ نعم، الإجابة الصحيحة هي الهيدروجين. الهيدروجين طبعا، وهذا يوجد في خلايا الوقود، وخصوصا في خلايا الوقود المستخدمة في إنتاج الماء والكهرباء في سفن الفضاء. تدريب رقم اثنين، تعتبر خلايا الوقود خلية جلفانية، وذلك بسبب لأنه ينتج عن اختزال الوقود طاقة كهربائية، لأنه ينتج عن تأكسد الوقود طاقة كهربائية، لأنه ينتج عن تأكسد الوقود طاقة كيميائية. الإجابة الصحيحة نعم، لأنه ينتج عن تأكسد الوقود طاقة كهربائية. طبعا عندما نقول تأكسد الوقود هنا فإن نقصد أنه سيحدث تفاعل أكسدة واختزال. ونحن ذكرنا أن الخلايا الجلفانية هي نوع من الخلايا الكهروكيميائية يحدث فيها تفاعل كيميائي وتنتج طاقة. عبر عن التفاعل الكيميائي في هذا السؤال بأنه عن التأكسد، وهذا صحيح، لأنه لن يكون هناك تأكسد إلا، أيوة، إلا بوجود اختزال. إذا تعتبر خلايا الوقود خلايا جلفانية، وذلك لأنه ينتج عن تأكسد الوقود فيها طاقة كهربائية. طبعا الوقود في خلايا الوقود الهيدروجين، ويمكن أن يستعمل ميثان بديلا عنه. تدريب رقم ثلاثة، تختلف خلايا الوقود عن البطاريات الأخرى بأنها تزود بالوقود باستمرار من مصدر خارجي، تزود بالوقود مرة واحدة من مصدر خارجي، تزود بالوقود باستمرار من مصدر ذاتي، يعني منها هي نفسها. الإجابة الصحيحة نعم، تزود بالوقود باستمرار من مصدر خارجي، من مصدر خارجي، تزود بالوقود من مصدر خارجي. ماذا تشاهدون في الصورة؟ نعم، حدوث صدأ على المعادن أو الفلزات، هل هذا مفيد؟ بالتأكيد هذا، نعم بالتأكيد هذا غير مفيد، ويسبب لنا خسائر مادية، فمن باب أولى أن نحارب هذه العمليات.
إذا التآكل هو عبارة عن خسارة الفلز، يعني كما تشاهدون في الصورة ينقص الفلز، هو خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي في البيئة، مثل ما يحدث الصدأ على الحديد. فالذي حصل هو تفاعل أكسدة واختزال بين الماء والحديد والأكسجين، يعني وجود الأكسجين تفاعل مع الحديد، في وجود الماء يحدث خسارة لفلز الحديد، يحدث خسارة لفلز الحديد. إذا تعريف التآكل هو خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي في البيئة. شروط حدوث التآكل، طبعا توفر الماء والأكسجين، توفر الماء والأكسجين، وتوفر قطعة من الفلز أو الحديد الذي يتعرض للأكسجين والرطوبة اللي هو الماء. وكلما كان تعرضه لهذه الأشياء أكثر، كان الصدأ أكثر أو التآكل أكثر. إذن حدوث التآكل أو الصدأ لابد أن يتوفر لدينا أولا الماء والأكسجين والمادة التي يحدث عليها الصدأ، لقطعة حديد مثلا أو قطعة فلز، وتكون معرضة للماء والأكسجين. حدوث التآكل، لاحظوا هذه قطعة من الحديد يحدث عليها عملية تآكل، وتلاحظون أنه عمليات التآكل وحدوث الأنود والكاثود عملية ليست سهلة، عملية ليست سهلة. يحدث التآكل عندما يكون كل من الماء والهواء والحديد يكونان كلهم هذه خلية جرفانية، يعني لما يكونون خلية جرفانية ماذا سيكون متوفر لدينا؟ أي لابد يتوفر لدينا أنودا وكاثودا ومادة موصلة داخل الخلية الجرفانية. إذا لابد أن يتوفر الأنود والكاثود والمادة الموصلة، إذا حدوث التآكل يصدأ الجزء المتصل بالتربة الرطبة أولا، يعني إذا توفر الماء الهواء والرطوبة اللي هو الماء والمادة اللي يحصل عليها الصدأ، توفرت الآن هذه الآن التربة حدث الصدأ، وهذه قطعة الحديد التي حدث على الصدأ، وهنا بداية الصدأ. كيف يحدث الصدأ؟ عند هذه النقطة، عند هذه النقطة، تابع الآن. ثم يبدأ الصدأ عند وجود شق أو كسر في سطح الحديد كما تشاهدون في الصورة، ويصبح هذا الجزء هو آنود الخلية، يعني عندما يحدث شق يصبح هذا هو الآنود اللي هو هنا عبارة عن قطعة الحديد، هو عبارة عن قطعة الحديد، والتي من الممكن أن يحصل فيها أكسدة للحديد، ويتحول الحديد من عدد التأكسد صفر إلى عدد التأكسد موجب اثنين، أو قد يستمر التآكل للحديد الثنائي ويتحول إلى الحديد الثلاثي. ثم تبدأ ذرات الحديد في فقدان الإلكترونات، وهذه الآن هي عملية الأكسدة، وتصبح أيونات الحديد الثنائي بعد ذلك جزءا من المحلول المائي. حين تتحرك الإلكترونات خلال قطعة الحديد هي الدائرة الخارجية والأنود في آن واحد، يعني تصبح قطعة الحديد هنا لوجود الحديد الثنائي هي جزء من الدائرة وهي الأنود في نفس الوقت، ويقع الكاثود عادة على حافة قطرة الماء، حيث يتم الاتصال بين الهواء والماء وقطعة الحديد، حيث يقوم الهيدروجين في وجود الاتش موجب ويأخذ الإلكترونات متحولا إلى ماء، أيضا متحولا إلى ماء. وهنا طالما الأكسجين هنا تحول إلى ماء، فإن العملية تصبح مستمرة، لتوفر الموصل. الآن لتوفر الموصل، كيف نحمي الفلزات من التآكل؟ كيف نحمي الفلزات من التآكل؟ مثل الأبواب طبعا، أولا بالطلاء، طلاء الأبواب، طلاء النوافذ، كل هذه يتم التخلص من الصدأ أو التآكل كما تشاهدون في الصورة. الثانية، في السفن يتم توصيل هيكل السفينة بكتل من الفلز مثل المغنيسيوم والألمنيوم. لماذا؟ ليحصل العملية على
المغنيسيوم والألمنيوم وليس على هيكل السفينة. يعني كان هذا يضحي بنفسه المغنيسيوم والألمنيوم بدل هيكل السفينة. الطريقة الثالثة أن تلف الأنابيب التي توضع في الأرض، أن تلف الأنابيب المدفونة في الأرض بواسطة أسلاك من المغنيسيوم، هذا قطب المغنيسيوم، ثم يوصل بالأنبوب الحديدي عن طريق أسلاك أيضا من المغنيسيوم. في هذه الحالة بدل ما يحدث الصدأ على الأنبوب الحديدي، سيحدث الصدأ أو التآكل على المغنيسيوم وأسلاكه، المغنيسيوم وأسلاكه بدل ما يتأكسد الحديد، وكأن المغنيسيوم هنا فدائي بدلا من الحديد. إذا حماية الفلزات من التآكل عن طريق ثلاث طرق: النوع الأول الطلاء يعني البوية، واثنين أن توصل هياكل السفن بكتل من الفلزات مثل المغنيسيوم والألمنيوم فيحدث التآكل عليها بدلا من الحديد. ثلاثة أن تلف أنابيب الحديد المدفونة في الأرض بواسطة أسلاك من المغنيسيوم ليحدث التآكل على المغنيسيوم وليس على الحديد. بعد قليل سنعرف لماذا المغنيسيوم أو الألمنيوم. أربعة الجلفنة، الطريقة الرابعة الجلفنة. والجلفنة هي أن تغلف الحديد تغليفا تاما بفلز أكثر مقاومة للتأكسد منه، حيث يتم تغليف الحديد بطبقة من الخارصين، يعني يصبح الخارصين كغلاف للحديد. وين يحصل التأكسد الآن؟ على الخارصين. ممتاز، يحصل التأكسد على الخارصين وليس على الحديد، وكأن هذا عبارة عن تغطية للحديد وإبعاده عن البيئة المحيطة به طبعا. ويتم الجلفنة بطريقتين: الطريقة الأولى غمس الحديد في مصهور الخارصين وبالتالي يصبح الحديد مغلف بالخارصين، والطريقة الأخرى هي طلاء الحديد بالخارصين كهربائيا، طلاء الحديد بالخارصين كهربائيا. لاحظوا الآن هذا هو الجزء من الحديد، وهذه الطبقة التي غلفت الحديد اللي هي الخارصين، واحتمال حدوث شرخ أو كسر أو تشقق في الخارصين، ومع ذلك يحمي الحديد. وهنا سأقول لماذا نستخدم الخارصين والألمنيوم والمغنيسيوم، مع أنه الخارصين جهده أقل من الحديد ومع ذلك يغلف به. السبب في ذلك أن الخارصين والألمنيوم من الفلزات التي تقاوم التأكسد، يعني عندما يحدث لها تأكسد أول مرة يتكون طبقة، تلاحظون في الأعلى طبقة من أكسيد الخارصين، هذه الطبقة تحمي ما تحتها، ولكن قد يحدث فيها بعض الأحيان تشقق، ولكن تعيد يصبح الخارصين الآن مضحيا عن الحديد، مضحيا عن الحديد كما قلنا سابقا. لاحظ الآن هذا الآن المجلفن بطبقة خارصين سليمة، هذا جسم الحديد وهذه طبقة الخارصين. طبقة الخارصين تعرضت للجو وتعرضت للماء وتعرضت للأكسجين، فحدث أن كونت طبقة من أكسيده، طبقة من أكسيد الخارصين، هذه الطبقة تحمي ما تحتها. الحديد لا يعمل هذه، ولهذا حتى لو كان الخارصين أقل جهدا في الاختزال من الحديد إلا أنه يحمي الخارصين. السبب في ذلك أنه بعض الفلزات مثل الخارصين والألمنيوم والمغنيسيوم تكون طبقة من الأكسيد، هذه الطبقة تحمي ما تحتها من حدوث التأكسد. لو تضع الآن جسما من الألمنيوم أو قطعة من الألمنيوم وقطعة من الخارصين في البيئة فسيكون على الحديد التآكل سريع جدا، بينما على الألمنيوم سيأخذ وقتا طويلا كما ترون في النوافذ. والسبب في ذلك أن الألمنيوم يكون طبقة من الأكسيد تحميه من التآكل. تدريب رقم 4: من طرق حماية الفلزات من التآكل الطلاء، الجلفنة، لف الحديد بأسلاك من المغنيسيوم. جميع ما ذكر، نعم جميع ما ذكر هو صحيح، كل هذه من وسائل حماية الفلزات من التآكل. تقويم: تم تطوير خلايا الوقود حسب حاجات رواد الفضاء، وهي الماء والهواء، الماء والكهرباء، الكهرباء والهواء. نعم الاختيار الصحيح الماء والكهرباء، حاجات الرواد هي الماء والكهرباء.
تستعمل خلايا الوقود صفيحة بلاستيكية تسمى غشاء تبادل البروتون، وهي بديل عن الكاثود أم الأنود أم محلول السائل الموصل أم القنطرة الملحية عفوا. طبعا محلول السائل الموصل، ممتاز. من طرق التقليل من تآكل تلف أنابيب الحديد المدفونة في الأرض بواسطة أسلاك من التيتانيوم والألمنيوم والمغنيسيوم أو كل ما سبق. طبعا كل هذه صحيحة، إذا كل ما سبق كل هذه صحيحة، يمكن استخدام التيتانيوم والألمنيوم والمغنيسيوم. تعلمنا اليوم، أخذنا خلايا الوقود وعرفنا كاثودها والأنود والمحلول الموصل فيها والرسم، وقلنا أنها تعتبر خلايا الوقود خلايا جلفانية لأنه يحدث أو ينتج عن أكسدة الوقود أو تفاعل الوقود ينتج عنه طاقة كهربائية. وقلنا تختلف خلايا الوقود عن البطاريات الأخرى أنها تزود بالوقود باستمرار من مصدر خارجي، ولذلك هي لا تنفذ أيضا خلايا الوقود تستعمل صفيحة بلاستيكية تسمى غشاء تبادل الأيونات تبادل البروتون عفوا تستعمل خلايا الوقود صفيحة بلاستيكية تسمى غشاء تبادل البروتون بديل عن المحلول الموصل السائل. وأخذنا التآكل وقلنا أن التآكل أو الصدأ هو خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي توجد في البيئة. وقلنا أنه من طرق حماية الفلزات من التآكل الطلاء ولف الحديد بأسلاك المغنيسيوم أو كما قلنا قبل قليل التيتانيوم والألمنيوم، وأيضا من الطرق الجلفنة عرفنا الجلفنة هي استخدام فلز يغلف فلز آخر ليحميه، ويكون هذا الفلز الذي استخدمناه يستطيع أن يكون طبقة واقية من الأكسيد لا يستطيع أن يكونها الجسم المحمي مثل الحديد. انتهى الدرس، أتمنى لكم الفائدة. تستطيعون التواصل لمزيد من الدروس عبر العناوين الظاهرة أمامكم. أراكم في درس قادم.